طيب، السلام عليكم. يا رب تكونوا دايما بخير. احنا اخر ما توقفنا عليه في الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم على السبيسيفيك انرجي، وان شاء الله النهارده هنكمل الابليكيشنز بتاعتها. اذا لو حضرتك ما ذاكرتش المحاضره اللي فاتت كويس ومش مستوعبها كويس، ما انصحكش ان انت تقرا، ان انت تخليك معايا في المحاضره دي الا لما تذاكر كويس وتهضم كويس الجزء اللي فات من المحاضره بتاعت السبيسيفيك انرجي. خليني اقول لك الهيد لاينز الرئيسيه اللي فيها عشان بس اللي ذاكر افكرك انا قلت ايه. لو للمره الثانيه لو ما كنتش ذاكرت المحاضره اللي فاتت كويس او ما سمعتهاش كويس، بعد اذنك ما تكملش معايا الفيديو ده. في المحاضره اللي فاتت كنا بنتكلم على السبيسيفيك انرجي، وقلت لك ان هي ببساطه هو معادله برنولي لكن طبقها على اوبن كانال او اوبن تشانل ايا كان هتسميها ايه. فهي خط الطاقه لك مقاس من البيد ازا داتا. يعني لو انت فاكر في المحاضره اللي فاتت قلت لك لو انت عندك القاع بتاعك كده، ده القاع اهو، وادي سطح الميه، طبعا ما تاخذنيش انا برسم بالماوس، وادي خط الطاقه، كل ده موازيين لبعض، دي واي اللي هي الترم بتاعها كان بيه على جنب في معادله برنولي، وده التوتال انرجي لاين. توتال انرجي لاين كانت المسافه دي في سكوير على 2 جي. في الاوبن تشانلز السبيسيفيك انرجي متساويه في كل القطاعات لو ما حصلش اي مشكله في النص. المره دي بقى في المحاضره بتاعت النهارده هندرس المشاكل اللي هتحصل اللي ممكن ما تخليلكش ان المسافه دي لو سميتها هنا اي 1 كمان بتساوي مسافه اي 2 بتساوي اي اكس ايا كان بقى المسافه. طيب امتى اي 1 ما تساويش اي 2؟ لو حصل حاجه من اللي انا هحكيها لك في المحاضره دي. اذا المحاضره بتاعت النهارده بيتكلم على الابلكيشنز بتاعتها، ايه التطبيقات بتاعت الطاقه النوعيه. فالسبيسيفيك انرجي ببساطه هي كانت الاي اللي هي سبيسيفيك انرجي بتساوي واي اللي هو عمق الميه بلس الترم اللي بيدل على السرعه اللي هو في سكور على 2 جي. وكان في المحاضره اللي فاتت قلت لك لو انت شلت الفي دي وحطيت بدلها كيو على الاريا تقدر تطبق في المعادله اللي تحت. انا اقدر اشيل الفي سكوير دي وحط بدلها كيو على الاريا، كيو سكوير على الاريا سكوير. كمان في كيرفات كده المره اللي فاتت خدناها، خدنا الاي واي كيرف والاي كيو كيرف والام كيرف، خدنا ثلاث انواع من الكيرفات المحاضره اللي فاتت. خليني اقول لك الكيرف الاهم فيهم ده السبيسيفيك انرجي كيرف او الاي واي كيرف. قلت لك الكيرف ده بيكون من المنظر اللي انت شايفه عند النقطه دي بالظبط الواي كريتيكال، تحت منها السوبر كريتيكال ستيت، فوق منها السب كريتيكال ستيت. ارجع تاني محاضرتين بقى ورا عشان تفتكر ايه السب والسوبر كريتيكال دي. لو انت فاكر في اول ما اتعرفنا في الاوبن شانلز قلت لك ان عندك تصنيفات ليها، من ضمنهم التصنيف طبقا للجرافيتي. تصنيف طبقا للجرافيتي كان بيتكلم عنه الراجل الاشهر فرويد، فرويد نمبر، قال لك ان الفرويد نمبر بتساوي في على جذر جي دي، والدي ده كان اللي هيدرولك مين ديبس. ولو قلت لك لو هو كان مستطيل يبقى في على جذر، لو كانت الكانال بتاعتك مستطيل يبقى في على جذر جي واي. لو انت فاكر بقى زمان قوي من كام محاضره فاتت ده قلت لك الفرويد نمبر ده حاجه من ثلاثة يا صديقي، يا اما اقل من واحد، يا اما بتساوي واحد بالظبط، يا اما اكبر من واحد. لو هي اقل من واحد يبقى ده سب كريتيكال ستيت. اقل من واحد يعني ايه؟ يعني فرويد نمبر صغير، يعني السرعه بتاعتك قليله. خلي بالك ان لو انا قلت لك ان الكيو بتساوي اريا في سرعه، كويس كده؟ طيب لو هو مستطيل يبقى بي في واي في سرعه. ركز معايا بقى، لو انت عندك البي ده بي خلاص حاجه ثابته بقى، هو عرض المستطيل اهو والعرض بتاعه مش هيختلف من مكان لمكان تاني، اللي بيختلف بس العمق الواي دي اللي بتختلف. الكيو دي لو انا قلت لك بفرض ان البي ثابته، تمام، لو انا قلت لك ان الكيو بتساوي 10، ال 10 دي بتساوي البي اللي هي الثابته، احتمال يكون مثلا على سبيل المثال 2 في 5 او 5 في 2، صح؟ يعني كل ما الواي بتاعتك بتقل كل ما السرعه بتزيد، والعكس صحيح. طيب لو انت عندك فرويد نمبر اقل من واحد معناها ايه؟ معناها سرعه قليله. طب لو سرعه قليله معناها عمق ايه؟ عكس بعض، تمام؟ الكلام ده بثبات الكيو. طبعا الكيو سمول دي انت عرفتها بالمحاضره اللي فاتت، الكيو سمول بتساوي اللي هي ديسشارج بير يونت ويتس اللي هي كيو على بي. عشان كده قلت لك المحاضره اللي فاتت لو انت ما تذاكرتهاش ما تكملش معايا، روح ذاكرها وارجع لي تاني. طيب
يبقى هنا الفرويد نمبر بتاعك لو اقل من واحد يبقى ده سب كريتيكال ستيت، معناها عمق الميه بتاعك كبير. تمام؟ طيب لو هي سوبر كريتيكال ستيت معناها فرويد نمبر اكبر من واحد، يعني الفرويد نمبر بتاعك كبير، معناها سرعه كبيره، معناها عمق قليل، زي ما انت شايف كده في الكيرف. عندك اي واحده بس اللي هي اي مينيموم بيقابلها واي كريتيكال اللي هي الفرويد نمبر يديك واحد بالقفل. اي اي تانيه، اي قيمه للاي غير اي مينيموم، تمام؟ يحققها لك قيمتين للواي. واحد منهم للسب كريتيكال ستيت وواحد للسوبر كريتيكال ستيت. يعني واحد كبير وواحد صغير. هتقول لي الا، طب ما هو لو العمق كبير ازاي السبيسيفيك انرجي تكون ثابته؟ فاكر القانون بتاع السبيسيفيك انرجي اهو. لو انت عندك عمق كبير هتلاقي السرعه قليله، طب لو انت عندك سرعه قليله تلاقي عمق كبير، الاثنين عكس بعض. ده ملخص اللي انا حكيته لك المحاضره اللي فاتت، يعني من غير تفاصيل كتير. طيب خلينا نخش بقى يعني مباشره كده على التطبيقات بتاعت السبيسيفيك انرجي اللي انا كنت بحكي لك عليها دي. عندنا اربع تطبيقات، الهامب او الرايز ان شانل بيد، يعني ارتفاع في منسوب القاع. خلي بالك انا بشرح لك دلوقتي، قلت لك انت عندك الايهاد دي متساويه اهي، امتى ما تكونش متساويه بقى تعالى لي يا سيدي. الهامب او الرايز ان شانل بيد يعني القاع كان بتاعك ماشي مستقيم كده بما يرضي الله، ثم عملت انت اي تغيير في العمق بتاعه، ارتفعت اهو. السؤال بيقول هل انت متخيل ان سطح الميه يفضل مستوي زي ما هو كده؟ اطلاقا اطلاقا. سطح الميه كمان هيختلف باختلاف القاعده. هتسالني دلوقتي هتقول لي طب سطح الميه ده هينخفض كده ولا هيرتفع كده؟ اقول لك الله اعلم، ده على حسب حاله الفلو. طيب التطبيق الثاني الصمب او الفول او الدبريشن، يعني طبعا الميه جايه من الشمال لليمين يا رجاله، تمام؟ طب الصمب ده اللي هو الدبريشن انخفاض، كنت ماشي القاعه كده بما يرضي الله فجاه انخفض. كويس؟ طيب هل انت متخيل سطح المايه يفضل كده مستقيم زي ما هو؟ لا، سطح المايه يا اما هينخفض يا اما هيرتفع. هتقول لي لا طب ما هنا ده انا نزلت سطح المايه ارتفع، اقول لك اه ازاي؟ اكبر دماغك بقى افهمها لك انا كمان شويه. طيب بعد كده عندنا كونتراكشن ان شانل بيد، خلي بالك الكلام ده في الاليفيجن. حلو، ادي القاعه اهو ماشي كده. طيب التطبيقين الاخير دول في البلان 3 واربعة. طيب ثلاثة ده بيقول لك ايه؟ كونتراكشن ان تشانل بيد، يعني البلان بتاع البيد بتاعك كنت ماشي ببي 1، ادي البلان اهو يا رجالة، تمام؟ حصل فيه تضييق، كنت ماشي ببي 1 قليت بقيت بي 2، ده في البلان يا جماعة، في البلان، تمام؟ طيب هل انت متخيل إن سطح المية عند القطاع ده اللي هو بي 1 هيساوي سطح المية عند القطاع بي 2؟ إطلاقا مش هيحصل، هتلاقي سطح المية يا ينخفض يا سطح المية يرتفع، تمام؟ إمتى ينخفض وإمتى يرتفع؟ كبر دماغك. الإنلارجمنت اللي هي التوسعة بقى، التوسعة ده إيه اللي هيحصل فيها؟ كنت ماشي بي 1 بقيت بي 2، آدي بي 1 في البلان برضو وآدي بي 2. طب سطح المايه هيفضل زي ما هو؟ لا، سطح المايه برضه يا يرتفع يا ينخفض. يبقى احنا عندنا دلوقتي التطبيقات بتاعت السبيسيفيك انرجي، مبدئيا عندنا اربع تطبيقات. التطبيق الاولاني حصل فيه ارتفاع في منسوب القاع زي ما انت شايف كده الكيس دي. التطبيق الثاني حصل صمب ديبريشن او فول انخفاض في منسوب القاع. التطبيق الثالث حصل فيه كونتراكشن، والرابع انلارجمنت توسعه. طيب امشي معايا بقى بالله عليك واحدة واحدة، الموضوع ده مش حفظ اطلاقا، الموضوع ده كله على بعضه فهم، فركز معايا فيه كده عشان تحاول تفهمه. حلو، خليني احاول ارسمها لك كده، ارسم لك حاجة بايدي، سيبك من اللي انت شايفه قدامك ده. طب الانخفاض في منسوب القاع او الارتفاع الاول الهامب او الرايز في منسوب القاع، معناها القاع بتاعك كنت ماشي كده ارتفعت بمقدار زد. حلو الكلام. التوتال انرجي لاين اللي هو الاي ده ثابت، هيبقى عندك هنا مقدار اسمه اي 1 ومقدار هنا اسمه اي 2. خلي بالك ان اي 1 لا تساوي اي 2. طب ايه علاقتهم ببعض؟ شايف المسافه دي؟ لو انا قلت لك المسافه دي اسمها زد،
انا اقدر اقول ان E1 بتساوي Z plus E2. حلو كده؟ طيب لو انت عندك سطح المية هنا على عمق Y1، تعرف تقول لي انت بقى الباقي ده بيساوي ايه؟ تعرف تقول لي ده بيساوي ايه؟ طبعا ما انت عرفتها بقى من السبيسيفيك انرجي، V1 سكوير على 2G. تمام كده؟ طيب ده سطح المية هنا، استنى اغير لك اللون حتى عشان تبقى انت شايف. سطح المية هنا، تمام؟ عايزك تقول لي بقى سطح المية عند E2 في القطاع الثاني ده هينخفض ولا هيرتفع؟ قال لك ده على حسب نوع الفلو. لو هو سب كريتيكال فلو، سب كريتيكال معناها ايه؟ لو انت عندك ده السبيسيفيك انرجي كيرف، تمام؟ اللي هو اي واي كيرف. انت دلوقتي انت شايف انهي اكبر؟ اي 1 ولا اي 2؟ انت شايف انهي اكبر؟ شايف طبعا اي 1 اكبر من اي 2. تعال على الكيرف، الكيرف ده انت رسمه فري هاند سكتش، يعني لا لا ورقه ولا مسطره ولا بتاع، هو انت عارف شكل الكيرف، انت رسمه بس فري هاند بايدك. انت بتدرس سب كريتيكال ستيت، يبقى انت بتدرس فوق الواي نوت دي، فوق الواي كريتيكال دي، بتدرس فوقها ولا بتدرس تحتها؟ طبعا فوقها. ما تنساش ادي السبيسيفيك انرجي كيرف بتاعك اهو، لو هو سب كريتيكال يبقى انت شغال في النقطه اللي فوق بعد الواي كريتيكال، اكبر منه يعني، اللي هي السب كريتيكال ستيت. طيب لو انت جبت هنا اي 1، اي واحد اهي طلعت قطعت جبت واي واحد، اي 2 اصغر منها من الرسمه الصغيره للفري هاند سكتش اللي انت عامله بايدك ده، اي 2 اصغر منها، طلعت لقيت واي 2 اصغر منها، اذا الشكل بتاعك هيبقى كده، هنا واي 1 وهنا واي 2. طيب يبقى في حاله السب كريتيكال ستيت سطح الميه بتاعك انخفض بوجود الهامب دي، تمام؟ طيب نفس المبدا بقى، انت تعرف لوحدك تقول لي السوبر كريتيكال ستيت ايه اللي هيحصل فيها؟ لو انا قلت لك انت ارسم لي بقى السوبر كريتيكال ستيت، تعرف ترسمها انت؟ سهله، هو نفس المبدا برضو. انت شايف هنا انهي اكبر؟ اي 1 ولا اي 2؟ انا شايف اي 1 اكبر من اي 2. طيب لو انت شغال في السوبر كريتيكال ستيت، سوبر كريتيكال معناها ايه يا رجاله؟ معناها فرويد نمبر كبير، فرويد نمبر كبير معناها سرعه عاليه، لو سرعه عاليه يبقى قصادها ايه؟ عمق قليل. طيب ادي اي واحد اهي اديتك عمق اسمه واي واحد، اي 2 اهو اديتك عمق اسمه واي 2. انت شايف مين اكبر؟ واي واحد ولا واي 2؟ من الرسمه ده السكتش بايدك اهو، لا رسم ولا بتاع، شايف انهي اكبر؟ لقيت واي 2 اكبر من واي 1. اذا ادي القاع اهو، ادي القاع نفس القاع اهو، وادي نفس السبيسيفيك انرجي فوق، وادي الواي 1. الواي 2 بقى هنا لقيتها اكبر ولا اقل؟ لقيت واي 2 اكبر من واي 1، يبقى هتلاقي هنا الكيرف طلع بالمنظر ده، ادي واي 1 وادي واي 2. ده لما حصل ارتفاع في منسوب القاع في حاله الصب والسوبر، ادي الصب كريتيكال ستيت الميه انخفضت، وادي السوبر كريتيكال ستيت الميه ارتفعت. يبقى لو انت حطيت اي ارتفاع في منسوب القاع تحت، هل الميه هترتفع او هتنخفض؟ الله اعلم، ده يعتمد على نوع الفلو. طيب من الاخطاء الفادحه اللي انت بتعملها وانت بترسم الكلام ده، انك بتقوم عامل ادي سطح القاع وتقوم عامل لي سطح الميه، لو هو مثلا سب كريتيكال ستيت تقوم عامل سطح الميه كده. بالله عليك يا راجل، هل سطح الميه ده هينزل عمودي كده؟ انت عمرك شفت ميه بتقطم فجاه كده؟ مستحيل. فانت لازم عشان توصلها بتوصلها بفري هاند كيرف كده، تمام؟ طيب لو انت فهمت السب كريتيكال ستيت، تعرف ترسم معايا تعرف ترسم معايا السوبر، رسمنا السوبر، طب انت فهمت الهامب، تعرف ترسم انت الصمب بقى؟ يعني تعرف تقول لي انت لو حصل انخفاض في منسوب القاع ايه اللي يحصل؟ تيجي نرسمها مع بعض؟ تعال تعال. الصمب ده معناها ايه؟ ادي انخفاض في منسوب القاع اهو، حصل انخفاض، الميه جايه من الشمال اليمين، ادي التوتال انرجي لاين
ادي اي 1 وادي اي 2. طيب نفس الكلام ده عشان هنخليني ارسمها لك مرتين عشان عندنا صاب وسوبر. ادي اي 1 وادي اي 2. عايزك تقول لي بقى سطح الميه، لو هنا سطح الميه هنا واي 1، قول لي بقى في حاله الصب وحاله السوبر. لو سطح الميه هنا قول لي سطح الميه يرتفع ولا ينخفض. ده سهله، ارجع معايا للسبيسيفيك انرجي دايجرام. طب السبيسيفيك انرجي دايجرام شكله عامل ازاي؟ اهو ده خط مستقيم يا جماعه. يا جماعه انا برسم بالماوس، فانت عشان ما تاخدش رسمي ان هو يعني هو ده الحقيقه. عندي هنا اي مينيموم وعندي هنا واي كريتيكال. انت شايف انهي هنا اكبر، اي 1 ولا اي 2؟ طبعا شايف اي 2 اكبر من اي 1. ادي اي 2 وادي اي 1، اي 2 اكبر اهو زي ما انت شايف. طب انت شغال في السب كريتيكال ستيت، يبقى انت هتقطع في النص اللي فوق ولا النص اللي تحت؟ طبعا في النص اللي فوق. ادي هنا واي 2 وادي هنا واي 1. انت شايف مين الكبير؟ واي 2 اكبر من واي 1، اذا الشكل بتاعك هيبقى عامل كده. ادي واي 2، يبقى في حاله السب كريتيكال ستيت ووجود صمب او ديبريشن انخفاض، سطح الميه ارتفع مش انخفض. تمام. طيب تعرف ترسم معايا بقى السوبر كريتيكال ستيت في حاله وجود الصمب الانخفاض ده؟ برضو سهل. ادي السبيسيفيك انرجي دايجرام. انت بتدرس النص التحتاني اهو، اي 2 اكبر من اي 1، لقيت هنا اي 2 ده يبقى هنا واي 1 وهنا واي 2. لقيت الواي 1 اكبر من واي 2، يبقى لقيت واي 2 انخفض، يبقى اذا الشكل بتاعي هيبقى عامل كده. ده في حاله وجود الصمب. تمام. يبقى دلوقتي لو انت عملت ارتفاع او انخفاض خلاص انت عرفته، ماشي كده. طيب في حاله وجود الصمب اهي قدام عينيك اهي، في حاله وجود الصمب لو انت عندك انخفاض بمقدار دلتا زد وحاله الصب كريتيكال ستيت اهو، ادي السبيسيفيك انرجي دايجرام. عندك هنا اي 1 واي 2 الفرق بينهم دلتا زد، خلاص ان انت اي 1 بتساوي دلتا زد بلس اي 2. تمام. وادي واي 1 وادي في 1 سكوير على 2 جي. طب انت شغال في السب كريتيكال ستيت، ادي اي 2 انت شايف في عينيك اهو، اي 2 اكبر من اي 1، يبقى على الرسمه اي 2 اكبر من اي 1. انت شغال سب كريتيكال ستيت، يبقى تطلع في النص اللي فوق، يبقى لقيت هنا واي 2 اكبر من واي 1. طب لو هي سوبر كريتيكال ستيت، ادي لقيت اي 2 برضو اكبر من اي 1، على الرسمه اهي اي 2 اكبر من اي 1. رحت لقيت هنا واي 3 اكبر من واي 4، واي 3 اللي هي مقابل لاي 1. عايز تسميها واي 1 واي 2 ولا يهمك، اهي عشان انت ما تتلخبطش برضو، مش فارقه مش فارقه يعني. طبعا دي بقت في 1 ودي في 2. لقيت هنا الواي 1 اكبر من واي 2. طيب تعالى اسالك سؤال بقى. خلي بالك احنا دلوقتي عندنا التطبيقات بتاعتنا كام تطبيق؟ عندي اربعه قدام عينيك اهم، ارتفاع في منسوب القاع، انخفاض في منسوب القاع. في كل حاله من دول انت بتدرس صب وسوبر. تمام. انخفاض في منسوب القاع بتدرس صب وسوبر وهكذا. طيب تفتكر بقى لو انا قلت لك عندك الدلتا زد اللي انت حطيتها دي او الارتفاع ده
يخلي لك العمق اللي فوقها هنا واي كريتيكال بالقفل، يخلي لك العمق ده واي كريتيكال بالظبط، واي كريتيكال. خلي بالك احنا في كل الحاجات اللي احنا درسناها كلهم يا اما سب كريتيكال يا اما سوبر كريتيكال، صح؟ طب ايه رايك بقى لو انا عايز عند الكريتيكال بالقفل؟ عايزك تقول لي الاي هنا الواي دي بدل ما هي واي 2 العاديه كده تبقى واي كريتيكال. لو انت ذاكرت المحاضره اللي فاتت هتفهم انا اقصد ايه في الحته دي. لو انت عندك هنا واي كريتيكال الاي دي تبقى اسمها اي 2، صح؟ اي 2 ليها اقدر اسميها مسمى تاني؟ ايه رايك لو الواي دي اسمها واي كريتيكال، الاي المقابله ليها دي اي 2، ينفع اسميها مسمى تاني غير اي 2؟ طبعا طبعا طبعا، سميها اي مينيموم. مش الاي مينيموم دي المقابله للواي كريتيكال؟ لو انا قلت لك عندي العمق هنا العمق الحرج، طبعا بالتبعيه هيبقى في الحرج اكيد، هيبقى في كريتيكال هي كمان. يبقى لو عندك واي كريتيكال وفي كريتيكال قصادهم يبقى اسمها اي 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 كريتيكال، او الاي مينيموم، بلاش اي كريتيكال اسمها اي مينيموم. طيب لو عايز اجيب بقى الدلتا زد دي، الحاله الثالثه اهي، لو عندي ارتفاع في منسوب القاع اللي هيسبب لك، ركز معايا بالله عليك، اللي هيسبب لك كريتيكال ديبس، حلو، يبقى الواي هنا يبقى واي كريتيكال، يبقى الاي اللي قصادها اي مينيموم، ماشي كده؟ طيب تعالى معايا هنا، انت شايف اي اكبر، اي واحد ولا اي ولا اي مينيموم؟ طبعا اي واحد اكبر. طيب اي مينيموم قصادها واي كريتيكال بالقفل اهو، ماشي كده؟ طيب لو عايز انا الكيس بتاعتي سب كريتيكال ستيت، يبقى انت بتقطع فوق ولا تحت؟ طبعا بقطع فوق، فوق الواي كريتيكال، العمق اكبر من العمق الحرج. ليه؟ عشان السرعه هنا اقل من السرعه الحرجه. في الكيس اللي انت شايفها دي واي 1 اكبر من واي كريتيكال، وفي 1 اقل من في كريتيكال، تمام؟ السرعه والعمق عكس بعض يا رجاله. لقيت هنا واي 1 اكبر من اي كريتيكال، سوري اكبر من واي كريتيكال، بقت هنا الواي 1 اهي اكبر من واي كريتيكال. طب لو هي سوبر كريتيكال ستيب بقى، انت قطعت هنا اي 2 اي 1 دي هتقطع بيها فين؟ في النص اللي فوق ولا في النص اللي تحت؟ في النص اللي تحت. يبقى عندك هنا اي 1 يبقى قصادها هنا واي 1، يبقى انت لقيت الواي 1 دي اصغر من الواي كريتيكال ولا اكبر؟ اصغر منها، يبقى هتلاقي هنا الواي 1 في المكان ده. دي رسمتين يا رجاله مش رسمه واحده، دي رسمتين، واحدة منهم للسب كريتيكال ستيت اللي هو الخط الأسود اللي فوق ده السليم، والرسمة التانية للسب كريتيكال ستيت اللي هو اللي تحت ده. في السب كريتيكال ستيت العمق قبل الكريتيكال كان أكبر من العمق الكريتيكال، والسوبر كريتيكال ستيت كان العمق قبل الواي كريتيكال أقل من الواي كريتيكال. خلي بالك الكريتيكال دي الفرود نمبر بتساوي واحد بالقفل، طب لو هي سوبر بقى الفرود نمبر أكبر من واحد. طب يا جماعة كده فكر، لو العمق، لو الفرود نمبر عالي قوي يبقى السرعه اخبارها ايه؟ عاليه قوي. طب لو هي السرعه عاليه يبقى العمق اخباره ايه؟ العمق قليل قوي. يبقى فهمت كده لو هي في السوبر كريتيكال ستيت اهي، يبقى هنا في السوبر كريتيكال الواي 1 اصغر من الواي كريتيكال. مش عارف تاخدها بالمنطق، حط بقى اشتغل سيستماتيك، حط الرسمه اللي قدام عينيك دي وامشي بقى واحده واحده مع كل ايه عشان ما تغلطش. طيب احنا كان عندنا كام حاله للابلكيشنز بتاعت السبيسيفيك انرجي؟ كان عندنا اربعه. احنا دلوقتي خلصنا الهامب بشقيها الصب والسوبر، وكمان خدنا رسمه للكريتيكال، وخلصنا الصمب بالشقين بتوعها الصب والسوبر. طب تعالى بقى معايا للكونتراكشن. لو انت فاكر الكونتراكشن ده لسه شرحه لك انا من شويه. الكونتراكشن ده معناه ايه؟ معناه تضييقه في منسوب، تضييق في عرض القاع، المنسوب بتاعهم واحد، لكن حصل كونتراكشن او تضييق في عرض القاع. طب التضييق دي هيتسبب اخبارها ايه؟ في الحاله بتاعت عمق الميه. لو انت عملت تضييق في عمق، في عرض القاع، عمق الميه هيحصل له ايه؟ تعال نشوفها معايا واحده واحده بقى كده. احنا عندنا هنا دول رسمتين يا رجاله مش رسمه. خط اللي انت شايفه قدامك الاسود اللي فوق ده، ده للسب كريتيكال، والخط اللي تحت السوبر، دول رسمتين مش رسمه واحده. طيب امشي معايا بقى واحده واحده كده. انت كان عندك هنا بي 1 لقيت هنا بي 2، تمام كده؟ طيب
عايز اجيب هنا الكيو، طبعا الكيو الكبيره، ركز معايا بقى، الكيو كابيتال دي كميه الميه اللي ماشيه هنا في التشانل دي. هل انت متخيل ان كيو هنا كيو كابيتال، كيو كابيتال هنا هتختلف عن كيو كابيتال هنا؟ هل انت متخيل دول هيختلفوا اطلاقا؟ كلها كيو كابيتال واحده. اضرب لك مثال، انت موصل خرطوم في الحنفيه وبترش قدام بيتكم، كويس؟ طيب رحت انت دايس على طرف الخرطوم كده عشان تطلع ميه على مسافه ابعد. السؤال بيقول هل كميه الميه اللي خارجه من الحنفيه اتاثرت؟ لا طيب، لا طبعا كميه الميه اللي خارجه زي ما هي، ما حصلش فيها اي اختلاف. امال ايه الاختلاف؟ انت قللت القطر فالسرعه زادت، ادي كل الحكايه. طب هل كميه الديسشارج الرئيسيه اللي خارجه من الحنفيه اختلفت؟ لا، هي نفس الحنفيه ونفس كميه الميه. طيب فاكر الكيو سمول دي؟ الكيو سمول بتساوي كيو كابيتال على بي، لو هي كيو 1 يبقى كيو على بي 1. الكيو 2 اللي هي بتساوي كيو كابيتال على بي 2. اسالك سؤال جاحد بقى، تفتكر اي اكبر، كيو 1 اكبر ولا اقل من كيو 2؟ طبعا بالعقل كده لقيت هنا البي بتاعتك اكبر فكيو هتبقى اقل، يبقى هلاقي هنا كيو 1 اصغر من كيو 2، تمام كده؟ طيب ارجع ارسم السبيسيفيك سبيسيفيك انرجي دايجرام، ركز معايا بقى واحده واحده اهو. انت عندك هنا 2 كيو، ادي كيو 1 وادي كيو 2، عندك كيرفين، كيرفين للكيو، ده كيو 1 وادي كيو 2. ركز معايا بقى، ركز معايا. طيب السؤال الرهيب، هل السبيسيفيك انرجي هنا اختلفت؟ هل الاي دي اختلفت عن الاي دي؟ هي الاي دي كانت عباره عن ايه؟ مش كانت واي بلس في سكوير على 2 جي؟ هتقول لي اه صح. هتقول لي طب ما انت عندك هنا العمق بتاعك، العرض بتاعك قل، كانت بي 1 اكبر من بي 2. طب لما العرض قل فرق معاك في السرعه؟ اه طبعا فرق معايا في السرعه، فرق في السرعه يبقى فرق في العمق من غير ما تفكر ولا اي حلوز، من غير ما تفكر خالص. طيب امتى يكون الايهاب بتاعتك تختلف؟ يعني امتى يكون في اي في عند سيكشن 1 مختلف عن اي عند سيكشن 2؟ ما بتحصلش غير لو حصل ارتفاع او انخفاض في منسوب القاعده. اذا لو حصل صم او همب، انخفاض او ارتفاع، الاي 1 لا تساوي اي 2، كويس؟ طيب لو حصل انلارجمنت او كونتراكشن، اي 1 بتساوي اي 2، لكن العمق هيختلف عشان السرعات هتختلف عشان العرض اختلف. كمان مره، لو انت عندك الحاله دي صمب اهو، كويس، ايه علاقه اي 1 باي 2؟ انت شايف علاقتهم ببعض ايه؟ الاي 1 زائد دلتا زد هيساوي اي 2. ليه؟ لان العرض العمق بتاع القاع بتاعك اختلف. طيب في حاله وجود التضييق او التوسعه، الكونتراكشن او الانلارجمنت، الايهاب بتاعتك هتختلف؟ لا. ليه؟ عشان ما فيش عندك ارتفاع او انخفاض في منسوب القاع، كل الفكره ان في البلان العرض بتاعك اختلف. طب بالعقل كده العرض اختلف السرعه هتختلف؟ اه طبعا. ليه؟ انت عندك القانون الاساسي بتاع كونتينيوتي، الكيو بتساوي الاي في الفي، صح؟ طب هل الاريا هنا زي الاريا هنا؟ لا. تمام. طيب ما دام الاريا اختلفت يبقى هتلاقي عندك العمق الميه اختلف، حلو الكلام كده. طيب في الحاله بتاعتنا دي انا بدرس للسب كريتيكال ستيت، السب كريتيكال ستيت دي معناها هقطع في اي جزء من الكيرف؟ طبعا الجزء اللي فوق، ادي الاي بتاعتك، ما عندكش 2 اي ولا حاجه، هي اي واحده بس، طلعت قطعت في الكيرفين بتوعك اللي فوق، في كيو 1 جبت منها واي 1، في كيو 2 جبت منها واي 2. انت شايف مين الكبير؟ واي 1 اكبر من واي 2. إذا لما تيجي ترسم أنت في حالة الكونتراكشن،
ادي الايهات اي هنا زي اي هنا. لو انت عندك هنا واي واحد وحصل عندك تضييقه، ده البلان بتاعك اهو، عندك هنا واي واحد، واي اتنين هتبقى اصغر ولا اكبر منها؟ هتبقى اصغر منها. ادي واي اتنين توصل كده بكيرف، طبعا امسح الخط اللي فوق ده. فعندك هنا واي وان وعندك هنا في سوري واي تو. عشان تبقى انت مقتنع بالكلام بقى، انت شايف هنا العرض ايه؟ كبير ولا صغير؟ عرض كبير، بي 1 اكبر من بي 2. طيب لما يكون العرض كبير تفتكر سرعه المايه باخبارها ايه؟ صغيره ولا كبيره؟ طبعا سرعه المايه صغيره. بص هنا الدراع ده قد ايه؟ بص هنا الدراع ده من هنا لهنا في 1 سكوير على 2 جي. طب لو العرض هنا صغير يبقى السرعة أخبارها إيه؟ سرعة كبيرة، بص الدراع ده قد إيه؟ V2 سكوير على 2G. يبقى في حالة العرض الصغير أهو سرعة كبيرة وعمق قليل. طب في حالة العرض الكبير عمق كبير وسرعة قليلة. لو أنت فشلت تاخدها بالفهم حط الرسومات دي، حط الرسومات اللي قدام عينيك دي وامشيها بايدك واحده واحده، فكر فيها حته حته. طيب انا دلوقتي اللي انا رسمته ده للسب كريتيكال، يبقى اللي قدامك دي سب كريتيكال. طب لو انا عايز ارسم السوبر ايه الاختلاف؟ ادي القاع بتاعك اهو، وادي السبيسيفيك انرجي اهي، لقيت هنا اي 1 ولقيت هنا هي الاي 1، سميها اي وخلاص اهي بلاش اي 1، نفس الاي. طيب في حالة السوبر كريتيكال ستيت عندي هنا عمق اسمه واي 1، عايزك تقول لي بقى واي 2 هيبقى اكبر ولا اصغر؟ اطلع في الرسمة بتاعتك، انا شغال في السوبر كريتيكال ستيت، يبقى اقطع في النص التحتاني من الكيرف، ده كيو 2 اداني هنا واي 2، هنا كيو 1 ده الكيرف بتاع كيو 1 اداني هنا واي 1. انت شايف مين الكبير؟ واي 2 اكبر من واي 1، اذا الشكل بتاعك هيبقى عامل كده. تمام؟ طيب يبقى انت عندك هنا في القطاع بتاعك اهو كان في السوبر كريتيكال ستيت مختلف بقى تماما عن اللي انا حكيته لك. في الحالتين عندك هنا واي كريتيكال ماشي كده، واي كريتيكال وهي هي هي هنا هي هي هنا عند نفس الكيرف ماشي. طيب ادي الكيرف بتاعك اهو، ادي هنا واي كريتيكال، ادي كيو 1 وكيو 2. لو انت تقطع في السب كريتيكال ستيت لقيت واي 1 اكبر من واي 2، ادي في الرسمه بتاعتك اهي، قلت لك دي رسمتين مش رسمه واحده، لقيت واي 1 اكبر من واي 2. في السوبر كريتيكال ستيت لقيت واي 4 اكبر من واي 3 اللي في القطاع الثاني، يعني لقيت واي 4 اهي اكبر من واي 3. لو انا قلت لك ارسم عمق الميه او ارسم الووتر بروفايل في حاله الكونتراكشن، عندي حالتين، عندي صب وسوبر. لو الصب هترسم الجزء اللي فوق بس، لو سوبر ترسم الجزء اللي تحت بس. انا قلت لك دول رسمتين مش رسمه واحده، اصلها اللي انا راسمها قدامك اهي، ادي رسمه وادي الثانيه. تمام كده يا جماعه؟ طيب زي ما رسمت الكونتراكشن تعرف ترسم الانلارجمنت التوسعه؟ التوسعه دي يبقى شكلها عامل ازاي؟ كنت ماشي بي 1 اهو، ادي في البلان بتاعك اهو، كنت ماشي بي 1 بقيت بي 2. تمام؟ يبقى في الحالة دي هلاقي هنا كيو 1 أكبر من كيو 2. ماشي؟ عكس اللي فاتت، هنا كان اللي فاتت كان كيو 1 أصغر من كيو 2. هنا كيو 1 بقت أكبر من كيو 2. نفس المبدأ بالظبط. أهو.
عندي هنا Q1 اللي جوه Q2 اللي بره. الاي ثابت، طلعت لقيت Y2 اكبر من Y1، يبقى في حالة وجود الانلارجمنت التوسعة لقيت هنا Y2 اكبر من Y1. تمام؟ طيب في الحالة التانية لو هي السوبر كريتيكال ستيت، السوبر كريتيكال ستيت لقيت واي 3 اكبر من واي 4 او سميها واي 1 وواي 2 برضه ولا يفرق معاك في حاجة. لقيت هنا واي 3 اكبر من واي 4. دول برضه رسمتين مش رسمة واحدة، يعني يا اما يقول لك اديني الانلارجمنت في حالة التوسعة او في حالة التضييق. عندنا حالتين برضه ليهم، واحدة للسب كريتيكال واحدة للسوبر كريتيكال ستيت. يبقى عندنا دلوقتي الابلكيشنز بتاعت السبيسيفيك انرجي، عندنا تطبيقين، اربع تطبيقات فيهم. الاربع تطبيقات دول حالتين فيهم ارتفاع في منسوب القاع او انخفاض، ارتفاع او انخفاض، تغيير يعني، تغيير في منسوب القاع. والحالتين التانيين فيهم تغيير في عرض القاع، كويس، لكن المنسوب ثابت. التغيير في عرض القاع يا اما حصل توسعه او حصل تضييق، يا اما حصل انلارجمنت اللي قدام عينيك دي، يا اما حصل كونتراكشن اللي انا شرحتها لك اللي فاتت. طيب تعالى ناخد ابلكيشن عليهم، تعالى ناخد امثله على الابلكيشنز بتاعت السبيسيفيك انرجي. طيب تعالى معايا واحده واحده. السؤال بيجي لك بالطريقه دي: سكتش ووتر سيرفيس بروفايل توتال انرجي لاين اند كريتيكال ديبس لاين for the flow in case of subcritical and supercritical flow when، في حالتين بقى هم او في الحالات اللي جايه دي، هم or a depression. الديبريشن دي اللي هي اسمها الصمب، ماشي، او فول، ليهم ثلاث اسماء اهي. cures at the channel bit، لو حصل عندك ارتفاع او انخفاض في التشانل بيت. يبقى لو حصل عندك ارتفاع هترسم في حالتين سوبر وصب، طب لو حصل عندك انخفاض هترسم في حالتين سوبر وصب، كويس. طب لو حصل عندك contraction or enlargement، a contraction or an enlargement occurs at the channel bit، لو حصل عندك تضييقه او توسعه، اللي هم الرسومات اللي انا رسمتها لك اللي فاتت دول. دول مجملهم يا رجاله 8 رسمات، اللي انت شايفه قدام عينيك السؤال ده اجابته 8 رسمات. كل رسمه ترسم ووتر سيرفيس بروفايل وترسم جنبها السبيسيفيك انرجي كيرف عشان تعرف ترسم الووتر سيرفيس بروفايل، اللي هم دول. انا عشان ارسم الرسمه دي ما جبتهاش بالحب كده، ما قعدتش كده من دماغي رحت رازع الارقام دي، لا، رحت راسم السبيسيفيك انرجي دياجرام الاي واي كيرف، منه ابتديت استنتج اللي انا حكيته لك. طيب خلينا ناخد مثال بالارقام. بيقول لك ريكتانجلر تشانل اوف بوتوم ويتس 1.5 متر ات 0.6 متر ديبس. طيب الحكايه اصلها تشانل مستطيل ريكتانجل اهي، البوتوم ويتس بتاعها متر 20، الووتر ديبس بتاعها عمق الميه 0.6 متر، كويس. اسمع منه بقى، بيقول لك if the bed raised by 0.12 متر، يعني القاع بتاعك ده كان ماشي بما يرضي الله ثم ارتفع ب 0.12 متر، كويس، من غير ما تفكر سطح الميه هنا يا هينخفض يا هيرتفع، ايه اللي هيحصل له ربك اعلم، لسه هنشوفها احنا بقى. find the flow depth over the hump، قول لي انت عمق الميه هنا بكام بالظبط؟ قول لي عمق الميه هنا بكام؟ يعني بعد الهامب دي، طبعا هي في منطقه الهامب هيبتدي العمق يثبت اهو. قول لي بقى العمق هنا يبقى قد ايه؟ لو انا قلت لك عندك هنا واي 1 قول لي بقى واي 2 ده هيبقى قد ايه؟ واي 2 يحتمل يكون هنا ويحتمل يكون هنا. انا ما اعرفش. لو رجعت معايا للرسومات بتاعتنا، حصل هامب اهو، مره المنسوب ارتفع ومره المنسوب انخفض. انخفض امتى؟ في السوبر كريتيكال، وارتفع امتى؟ في السب، سوري، انخفض في السب كريتيكال وارتفع في السوبر كريتيكال، تمام.
يبقى هنا المنسوب بتاعك هيرتفع يا ينخفض بقد ايه؟ طب هيرتفع او مش عارف، الله اعلم، لسه هنشوفها بقى من حسابها بالارقام. يبقى اول حاجه عايزك تجيب لي عمق الميه فوق الهامب، يعني عايز واي 2 من الاخر، قول لي الواي 2 تبقى بكام. كمان بيقول لي لو انت عرفت ان الفلو ريت 0.75 متر كيوب بير سكند، يعني دي كيو، فايند ذا بيد رايز. اسمع بقى بالراحه، لو انت عرفت ان ديسشارج، هو ده الديسشارج بتاع المساله، لو عرفت ان ديسشارج ده، قول لي بقى البيد رايز، قول لي عمق القاعده اهو، قول لي المسافه دي تبقى كام اللي احنا سميناها قبل كده دلتا زد، تو ميك ذا فلو كريتيكال، بحيث يبقى الواي ده واي كريتيكال. الاي دي ايه يا رجاله؟ لو دي اي 2 ليها مسمى تاني اي 2 دي؟ طبعا طبعا، اسمها اي مينيموم. جبتها منين اي مينيموم؟ هو يا عم هو اللي قال لي، مش هو قال لك دلوقتي البيد رايز اللي يخليك الفلو كريتيكال؟ لو عندك هنا الواي كريتيكال، الواي كريتيكال ده قصده ايه؟ اي مينيموم، تمام؟ فاكر في السبيسيفيك انرجي كيرف اللي هو كان عامل كده، ده واي كريتيكال قصاده بالظبط اي مينيموم. يبقى عندنا هنا مطلوبين في الحاله الاولانيه، لو انت عرفت ان عملت هامب بمقدارها 0.12 متر، كويس، قول لي العمق فيها قد ايه. الحاجه الثانيه، قول لي انت بقى عمق الدبس بتاع الهامب ده قد ايه عشان يخليك الفلو اللي فوقها ده كريتيكال سيتويشن. طيب في الحاله الاولانيه، الحاله الاولانيه عندي هنا ادي القاع بتاعي اهو، عملت هنا هامب 0.12، عمق الميه بما يرضي الله هنا كان 0.6، وادي الايهاب بتاعتنا. يبقى عندك هنا اي 1 علاقتها يبقى، يعني اي 1 علاقتها يبقى اي 2 انت قياد. يلا طبعا اي 1 دي بتساوي اي 2 بلس دلتا زد، الدلتا زد بتاعتي اللي هي ال 12 دي، ماشي؟ طيب القانون بتاع السبيسيفيك انرجي بتساوي ايه؟ واي بلس كيو سكوير على 2 جي في الاريا سكوير. سويت هنا الاي 1، ادي الاي 1، وادي الاي 2، وادي الدلتا زد. طبعا هنا الديسشارج ثابته، ما اختلفش في حاجة، كل ده ويل نون عندك، معلوم يعني، هيبقى لك من المعادلة دي واي 2 بس هي اللي انون. طبعا عشان تفضل تطلع في المعادلة في الآخر هيطلع لك الواي 2 كيوب بلس مش عارف كام واي سكوير، تقدر بالكالكوليتر بتاعتك تطلعها على طول، أو باي تراي اند ايرور أقدر أطلع الواي 2. بص بقى، خليك برنس وشغل الجمجمة دي وخلينا نشوف هنطلع منها بإيه. لو ركز معايا بقى، يلا عشان حتة جاية جحدة، بقت أصل الرسمة إيه يا رجالة؟ بالنتائج اللي أنا طلعتها دي بقت أصل الرسمة إيه؟ ده 0.6، ده 0.4، 0.425، وده 0.12. حلو، ده كان المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني، ركز معايا بقى، ركز معايا، بيقول لي الواي دي لو دي بقت واي كريتيكال، احسب انت الدلتا زد من غير حساب بقى. عايزك تقول لي الدلتا زد دي تطلع اقل من 0.12 اللي موجوده ولا تطلع اكبر منها وليه؟ فكر شويه كده كمان مره. انا في الحسابات بتاعتي ده كان جيفن، وحسبت طلعت الواي 2.4 وشويه، ده كان المطلوب الاولاني وجبرت الحمد لله يا رب كده
خلصت الجزء الاولاني. طب المطلوب الثاني، المطلوب الثاني كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك قول لي انت بقى الدلتا زد دي، انا مش هتبقى بوينت 1 2، قول لي بقى انت الدلتا زد دي تبقى بكام عشان تخلي الواي هنا واي كريتيكال. فانا سؤالي ليك بقى من غير ارقام، من غير حساب، من غير حساب، بالفهم، الدلتا زد اللي انت عايزها دي تطلع اكبر من بوينت 1 2 اللي كانت جيفن، ولا تطلع اقل منها، وليه؟ طيب لو انت فكرت شويه، الحاله دي لما الفلو بتاعك كان عالي ووطي في حاله وجود الصمب، سوري الهمب، ده صب ولا سوبر كريتيكال ستيت؟ لو رجعت معايا للرسومات ورا كده، ادي في حاله الهمب والمنسوب بتاعك انخفض، دي كانت في ايه؟ في السوبر كريتيكال ستيت. حلو. طيب معناها ان اي ارتفاع في الدلتا زد ده زياده، العمق بتاعك ده هيقل، صح، لغايه ما توصل للواي كريتيكال، وبعد كده في هيقلب بقى السوبر كريتيكال ستيت، يبقى حاله تانية خالص. يبقى من غير حساب اهو، انا متاكد زي ما انا متاكد ان اسمي محمد كده، ان الدلتا زد دي هتزيد، يبقى البوينت 1 2 خفض لك الووتر ليفل من، هي فين الرسمه؟ اهي البوينت 1 2 خفض لك الووتر ديبس من بوينت 6 لبوينت 42. طب دي كانت سب كريتيكال، صح؟ لو انا عايزها كريتيكال يبقى العمق بتاعك ده هي ايه؟ هيقل. طب لو العمق عشان يقل الدلتا زد دي يحصل لها ايه؟ لازم تزيد. طيب بالارقام بقى، يعني خلاص انا حسبتها بالعقل اهو، بالفهم انا متاكد ان هي تطلع اكبر من بوينت 1 2. لو انت طلعت ارقامك عكس اللي انت فاهمه، ابصم انك بتحل غلط، روح بقى راجع ارقام تاني، تمام، شوف الغلطه فين. طيب في الحاله دي لو كان الدلتا زد دي يخلي لك الفلو هنا واي كريتيكال، يبقى عندك هنا دي، اسف، لغايه هنا دي اسمها اي 1 ودي اسمها اي مينيموم، صح؟ لقيت هنا الاي 1 بتساوي اي مينيموم بلس دلتا زد. طيب القانون بتاع الاي 1 خلاص انا عارفه، وانا معايا اصلا كده كده الاي 1 اهي، كل ادي يا سيدي الاي 1، خلصت الليله سهله يعني. طيب الاي مينيموم تعرفها؟ اه اعرفها، مش ده مستطيل يا سيدي؟ ارجع المحاضره اللي فاتت، ارجع لها، هتلاقي الاي مينيموم في المستطيل 1.5 واي كريتيكال. طب الواي كريتيكال ده احسبه ازاي؟ مش ده مستطيل يا سيدي؟ اه القانون بتاعه الجذر الثالث للكيو سمول سكوير على جي. انت في الامتحان يا هتنسى ال 3 دي يا هتنسى السكوير ده، ماشي؟ انا بقول لك الاخطاء اللي انت بتقع فيها فين. طب الكيو سمول دي انا اعرفها؟ اه طبعا اعرفها، ما انا معايا كده كده البي اصلا. الكيو جيفن 0.75، والبي كان بوينت، كان 1.2 متر. بقت هنا كيو بتساوي 0.625 متر مكعب بير سكند بير متر رن. ادي القانون بتاع الاي 1، انا المره دي حسبتها بتشارج، هو نفس القانون ده اهو يا رجاله، هو هو، ماشي، انا خدت كوبي وبيست بس. طيب 1.5 اي مينيمم، 1.5 واي كريتيكال اقصد، ادي الواي كريتيكال اهو، والاي مينيمم بقت 1.5 واي كريتيكال بلس دلتا زد، طلعت الدلتا زد 0.14. خلي بالك ان هي اكبر من 0.12 اللي كانت في المساله. خلصت المساله الاولانيه. يلا خد اكزامبل كمان. The critical depth is maintained، العمق الحرك بيتحقق at a point in a rectangular channel of 6 feet wide. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اول كارثه هي البست في وشك. الحق يا عم، الحق الحق الحق، ده مش مديني متر مكعب وسكند والمتر والحاجات اللي انا اعرفها، ده مديني فيت. وقتها الجي بتساوي 32.2 فيت على السكند سكوير، مش 89، خلي بالك من الوحدات. هنا بيقول لك ريكتانجلر تشانل اوف 6 فيت وايد، يعني المستطيل بتاعك ده عرضه 6 فيت.
الشرطة واحدة يعني فيت ستة كده، دي فيت شرطتين كده يعني انش، تمام؟ by building a gentle hump 12 انش height، يعني الكريتيكال ديبس ده حصل، ركز بقى ماشي، حصل في قناة مستطيلة عرضها 6 فيت. حصل امتى؟ لما عملت هامب مقدارها 12 انش، 12 انش. اذا العمق اللي فوقها ده من غير ما تفكر ده هاي كريتيكال يا كبير، تمام؟ وين ذا كريتيكال ديبس اوفر هامب از 26 انش. لو انت عرفت ان العمق ده 26 بوصة، what is the what water depths are possible just upstream from the hump. ركز بقى في سؤال الراجل، بيقول لك لو ده الواي كريتيكال ده، انا كنت ماشي في قناه مستطيله الحمد لله زي الفل زي الفل، وقناه جبرت الحمد لله ليها عرض وعمق والدنيا تمام، جيت في منطقه بقى رحت عامل ارتفاع 12 بوصه، 12 بوصه، ال 12 بوصه دول عمل لي فوقهم عمق حرك 26 بوصه، مرضي؟ مرضي. طيب بيقول لك بقى قول لي في الابستريم ده عمق الميه كان عالي ووطي ولا كان واطي وعلي؟ ماشي كده؟ فاكر من شويه كده لما شرحت لك الصنب، ادي الصنب اهي سطح الميه، يا يرتفع في حاله السب كريتيكال يا ينخفض في حاله السوبر كريتيكال زي ما انت شايف. فهو بيقول لك هنا بقى الواي كريتيكال دي اهي 26 بوصه، قول لي بقى واي 1 دي هنا ولا هنا ولا هنا؟ كامله هنا واي 1 سهله يا سيدي، مش الاي اللي هنا دي بقت اي مينيمم؟ اه سهله يا عم، تعال نحلها مع بعض. وعايز هنا ريكوايرد واي 1، الاي 2 دي هي الاي مينيمم، الاي 2 اللي هنا دي كده كامله هي اي مينيمم، اي مينيمم. طيب الاي مينيمم مش ده مستطيل؟ اه بقت 1.5 واي كريتيكال، والواي كريتيكال جيفن اصلا 26 بوصه، بقت اي 2 39 بوصه، اي 2 بقت 39 بوصه. طيب ما القانون اللي عارفه، انا عارف ان الاي 1 بتساوي اي 2 بلس دلتا زد، طب ما الدلتا زد عندي اصلا، مش انا عندي الدلتا زد ب 12 بوصه؟ جيفن اهي جيفن، بقت الاي 1 بتساوي اي 2 بلس دلتا زد، اي 2 بقت معايا 39 بوصه و12 بوصه بقت 51 بوصه. يبقى الشكل بتاعك اهو اي 1 51 بوصه، اي 2 39 بوصه، فرق الاثنين دول ال 12 بوصه اللي تحت دول، العمق هنا 26 بالإف. ستة وعشرين بوصة. فهو سؤال الراجل بقى، أنا عايز أجيب دلوقتي الواي 1، هل الواي 1 كده ولا الواي 1 كده؟ بقت الإي 1 تساوي واي 1 بلس في سكوير على 2 جي بتساوي إي 2، او بتساوي اي 2 بلس دلتا زد، شلت انا الفي 1 دي عادي وحطيت بدلها كيو على الاريا اهي، كيو على الاريا 1 سكوير. طيب ما هي الاريا بتاعت المستطيل بي في واي، عندك البي 2 هي هي البي 1، يعني اقدر اقول ان الفي 1 في واي 1 بتساوي في 2 واي 2. طب ما انا عندي هنا في حلق في الرقم 2 ده اللي هي الكريتيكال، هم دول كل ده اي كريتيكال او اي مينيموم، اي مينيموم ده قصادها واي كريتيكال وفي كريتيكال، بقت هنا الفي 1 بتساوي في كريتيكال واي كريتيكال على الواي 1، الفي كريتيكال بتساوي السكوير روت جي واي كريتيكال. الكلام ده جبته من المحاضره اللي فاتت، روح راجعها، الكلام ده اسمع مني، القانون ده للمستطيل فقط عربي اهو،
ماشي كده؟ عشان وانت بتذاكر الفي دي قانون جي واي كريتيكال ده للمستطيل بس، لا ترابزويدال ارمي القانون ده في الزبالة، عندك قوانين تانية خالص، ارجع يا عم راجع المحاضرة اللي فاتت. طيب الجي اللي هي 9.81 حولتها من متر على السكند سكوير لفيت على السكند سكوير، لو انت قسمت الرقم ده اللي هو 9.81 على 0.3048 يديك ال 32.2 بوصة، اللي هي 32.18 بالقفل يعني. في 12 فيت، في 12 انش سوري، في 26 انش طلعت هنا الفي كريتيكال بتساوي 100 بوينت شويه انش لكل ثانيه. هتقول لي لا انت فاكر زمان لما قلت لي الفي اوبن تشانل وبتاع ما بتجيبش 10 متر لكل ثانيه؟ اه يا عم انا قلت لك ما تجيبش 10 متر لكل ثانيه، هي انت شايف دي متر، دي انش بوصه يعني، الواحد انش بتساوي 0.0254 متر، اللي هي 2.54 سنتي يعني. طيب من هنا جبت في كريتيكال بقى دي معايا والواي كريتيكال معايا، الواي 1 ده اللي انا عايز اجيبه، يبقى لازم تجيب الفي 1 اهي. طبقت بقى في القانون بتاع السبيسيفيك انرجي، الاي 1 بتساوي واي 1 معرفهاش بلس في 1 سكوير على 2 جي ادي القانون قدامك اهو، بقت ال V1 بتساوي من القانون هنا Y1 مش عارف بتاع ده بقى قلب ليه، ال V1 بتساوي Y critical V critical على ال Y1. حلو، بقى عندك هنا دالة في مجهولين اهي، ال V وال Y، بقت V1 بتساوي 26 في V critical، 26 دي Y critical تمام، في V critical على ال Y1 بقت ال V1 معاك، V1 سكوير اهي كل ده ال V1 سكوير، Y1 بلس V1 سكوير على 2G، ادي جرافيتي اكسلريشن. طلعت المعادلة دي كلها فانكشن في Y1، تحلها هتطلع ال Y1 يا اما ب 3.92 فيت او 47 انش يعني، اقصد برضو الواحد فيت بتساوي 12 انش عشان التحويلات دي، يعني انت لو قسمت الرقم ده على 12 يديك الرقم ده. يبقى انت عندك دلوقتي ادي الرسمه اهي، وادي الواي كريتيكال، فعندك حالتين، يا اما الواي دلوقتي ده المسافه دي 26 بوصه، عندي حالتين حصلوا، يا اما كان الواي 1 47 بوصه بالتالي حصل كده، يا اما الواي 2 سوري او الواي 1 ب 15.8 بوصه، يعني هيبقى هنا 15.8، يا اما ده يا اما ده. طب هو انا عندي الحالتين؟ اه طبعا ممكن يحصل في الحالتين، في حاله السب كريتيكال العمق انخفض كان عالي وبعد كده وطي، في حالة السوبر كريتيكال كان واطي وبعد كده عالي. الرسمة دي اللي أنا شرحتها لك في الأول أهي 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 يا سيدي أهي أهي، في حالة السب كريتيكال كان واطي وعالي، في حالة السوبر كريتيكال آسف إحنا شغالين على السب الهمب، في حالة السب كريتيكال كان عالي ووطي، في حالة السوبر كريتيكال كان واطي وعالي. يبقى هتلاقي الخلاصه بتاعت الكلام في المساله الثانيه دي، انا كل الفكره كلها في قصه الجرافيتي اكسلريشن والوحده بتاعتها، طلعت عندي 2 واي اهم، يا اما واي 1 من هنا لهنا، يا اما واي 1 من هنا لهنا اللي هي 47 بوصه او 15.8 بوصه. كده انت خدت الابلكيشنز بتاعت السبيسيفيك انرجي، وخدت التطبيقات عليها كمان للرايز في البيد ليفل للهامب والصم. في السكاشن ان شاء الله هتاخد الانلارجمنت
والكونتراكشن، تاخد ابلكيشنز على الانلارجمنت والكونتراكشن. هتلاقي فيها كمان مسائل في الشيت على القصة دي. اشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير. يلا سلام عليكم.